ثم اكبر العدد في الزاوية كلما تقدم شنو في الوقت. يعني الفرق ما بينهم 10 دقائق. فإذا حسبنا على زاوية 18 مثلا يصير عندي شنو؟ الساعة 4:15 الوقت. إذا حسبنا على نقص 14 يصير عندي الوقت 4:30. لاحظنا بالملاحظة، خليني الحين أوضح لك الفكرة. لاحظنا مثلا إذا في تاريخ 21 مارس الساعة 18 هي الدرجة الصحيحة، في اليوم اللي بعده بيكون صادق 17.999، واللي بعده صادق 17.98 مثلا. الاختلاف يعني الزاوية ما تكون زاوية واحدة، أقدر أمشيها على مدار السنة. هاي ملاحظة. وإحنا سوينا قانون معين مشينا عليه، قانون تجريبي، ونفس ما قلت وطرشنا هالقانون إلى جمعيات فلكية حتى خارج البحرين، طرشناه إلى لندن، طرشناه إلى روسيا، وقلنا أنتم لاحظوا في دولكم على هالقانون اللي إحنا وصلنا إليه. هل القانون أو هل التوقيت اللي وصلنا إليه هذا القانون يكون نفس ما تقول بالملاحظة هو الوقت الصحيح بالنسبة لكم؟ إحنا يمكن في منطقتنا البحرين قريبين من خط الاستواء، الاختلاف قليل يعني من السالب 18، فالملاحظة ما تكون كلش دقيقة، كل ما اتجهنا شمالا الملاحظة تكون أقوى. فطرشنا المواقيت إلى أماكن ثانية، وكلهم قالوا أن قوانينكم هي أداة، يعني حسب ملاحظتنا يوميا قاعدين نطلع نشوف توقيتكم ونشوف السالب 18، نشوف أن السالب 18 غير صحيح، لكن توقيتكم هو الأداة. فسوينا هاي الحملات نقدر نقول نتابع اون سايت، يعني نروح على الافق ونطالع هل النور فعلا موجود او غير موجود. لكن من ناحيه ثانيه انا ما اقدر اعتمد في تقويمي، تقويم الهادي على مساله رياضيه بحته، لأن مواقيت الصلاة تدخل فيها مسائل شرعية. يعني ما أقدر أقول، طبعاً بوصل رأيي إلى مكتب المرجع، لكن إذا فتوى المرجع يقول خذ بهاي الدرجة، أنا شنو المجوز لي أن أروح أقول لها أنت غلط وأنا راح أختار هاي الدرجة؟ أنا بوضح لك أن هاي الدرجة غير صحيحة، لكن المرجع هو اللي يتحمل المسألة من الناحية الشرعية. يعني مواقيت الصلاة ما أقدر أنا أقول حق الناس لا تصلون على فتوى المرجع، تعالوا على الفلك يقول لكم هاي الدرجة هي صحيحة. فالسؤال 18 هاي اللي شفناه في المتبع، خلينا نقول الستاندرد حق المراجع. المراجع يحتاطون في ناس 5 دقائق على 18، في ناس 10 دقائق على 18، في ناس 20 دقيقة على 18، هاي شيء اختلاف بين المراجع، لكن الستاندرد عندهم ناقص 18. فالتقويم انا راح احتمل السالب 18، لكن هل كفي؟ من الناحيه الفلكيه مقتنع بالسالب 18؟ لا، اقول لك طول السنه الدرجات تختلف ولو بسيطه، يعني بشكل بسيط كلش في منطقتنا، لكن المناطق الاخرى لا. وحتى وضحت للاخوه قلت لهم ان نصل احنا لمناطق في الدنمارك في السويد ان الشمس اصلا لا تنزل الى السالب 18، مجرد انها تغرب من الناحية الغربية توصل إلى يمكن 10 درجات تحت الأفق وتبدأ ترجع تشرق الشمس. فشلون أنا أعتمد السالب 18؟ هاي نفس موجود أوضح شيء يوضح لنا أن السالب 18 مو الدرجة الصحيحة 100% على كل الكرات. وبالملاحظة واكتشفنا نفس موجود القوانين، لكن ما عندي المجوز الشرعي إني أروح أغير من السالب 18 وأعتمد